ويليام، ويليام لو سمعني يا ريت تبطل اللي بتعمله. ادي ايه اللي بيحصل؟ هوزر، روح له وامنعه. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ بتعملي ايه؟ اسمع، احنا محتاجين نعمل كده ولازم نعمله دلوقتي. ايه؟ ابعدوا عني. لا لا، ديك مش هيحصل. لا طبعا مش هتعملي ده. فيه اسمعني كويس، المضاد الحيوي هينقذ حياته لكن للاسف مش هيقدر ينقذ دراعه، ودلوقتي انا محتاجه مساعدتك فورا، يا اما هتشوفه بيموت قدامك. احنا مش هنلحقه. ابعدي عني. ماشي 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 بدا يا صاحبي. صديقي تمام، انا بس محتاجك تفضل معايا. ثبته مكانه. مش معقول. ديك ديك تمام، ثبته هنا كويس. تمام تمام تمام. طيب مش معقول. مش هلحقه. لا كده بينزف كتير قوي، لازم توقفيه، كده دم كتير. ناولني الشاشة. بوزر يلا يا صاحبي يلا. ثبته كويس يا صاحبي. فين ثبته؟ فين؟ بقول لك ثبته. ثبته هنا كفايه. خوف وامسكه كويس يا ديك. هاي اللي عملتيه كان رائع. لما كنت في ثانوي افتكرت اني لازم ابقى مهندسه ميكانيكا او اني ابقى جراحه. كان لازم اكون جراحه. وانت؟ هاي تمام تمام. انقذت حياه صاحبك النهارده. ما افتكرش انه هيشوف الامر كده. بيتهيألي هيفهم ده. لازم اروح اديله المحلول الوريدي، وحقيقي مش عارفه جبت كل ده منين، وما يهمنيش اعرف. بس ده هينقذ بشر كتير يا ديكن سانت جون، بشر كتير. هروح اساعد ادي. مايك اهدى شويه لو سمحت. ماشي. ديكن تعال هنا. سمعت عن اللي عملته؟ أنا ما كنتش هسيبه يموت. مايك كبر دماغك، هي خلصت. أنا عارف ده كويس قوي. بوزر هيعيش؟ ما عرفش. الممزقين شافوك ومشوا وراك. لما كارلوس يعرف اللي حصل أكيد ده هيعمل مشكلة كبيرة. كارلوس ده مش مهم خالص. أنت بتغامر بحياة الناس كلها. أتمنى إنك تقدر تعمل ده. أنت عملت اللي عليك. مايك استنى. استنى هفتح البوابة. من لوست ليك لديكن سانت جون، انت سامعني؟ ايوه يا ريكي، في ايه؟ ايرون مايك بيقول انكم تطوعتوا للف، اعملوا كام دوريه للمعسكر بس بكده انكم تفضلوا تشتغلوا في السجن. حاجه تعرف. ايوه حاجه زي كده. طيب انا ما اقدرش اقول اني بلومك. تمام، اعتقد انك تدرست معانا. عادي على ورشه الميكانيكي، عندنا شغل ليك. خلاص ماشي، ديك تحول.
اهلا يا ريكي، ازيك؟ عايزه بس اقول اني حاسه عشان اللي حصل لبوزر. مش زعلانه زي زعله هو على نفسه. بص ادي عايزك تعرف، لو ما كنتش جبت لها سكينه لستن، بوزر كان هيحس بوجع شديد. طيب تمام، هو سهل موضوع جراحته بالنسبه. طيب انا احنا نفسنا نروح، هو صاحبي برضه مش كده؟ هي اسمعي، شكرا عشان دخلتينا ريكي. انا لازم امشي. ديكن حول. براين، انا عند مركز الاتصال. انهي واحده قصدك؟ انهي واحد؟ لاسلكي نيرو في خاصيه التعقب صح؟ ايوه ده اكيد طبعا. ماشي، انت في شلالات اولالي؟ طب كويس، خد بالك هبقى في عمليه ميدانيه هناك في اي وقت. براين حول. براين يا دي النيله. براين رد عليا، اصحابك هنا؟ أوبراين قلت لك مش اصحابي. ماشي روح لهم. ماشي طيب طيب طيب، عارف ده. عايزني اعمل ايه؟ استعمل جهاز تتبع من دول؟ مش المرة دي، انا بالفعل براقب ده، تابع الباحثة. هي هناك بتحقق في موضوع مصاب مسخ كان موجود قرب الكهف. كهف؟ انت عايزني اطارد اخده بيت نيرو المسلحين للكهف؟ بس خليك قريب منها، اول ما تبقى جنبها هعترض بياناتها. أوبراين لسه شغال على المعلومات اللي قلت عايزها، ما تسألش. هو انا ليه بتكلم معاك؟ أوبراين حول. فرقة اكدوا الحضور. كله تمام؟ كله تمام، انا شايفة كله تمام. النطاق الأمني فاضي؟ مستعدين. أنا سمعت حاجة. أنت سمعت ده؟ اثبت وإلا هنضرب. تمام تمام أنا ماشي. بس خليك قريب منها. اتفقنا يا براين؟ ما فهمتش ده. تفهم كلام اسهل من الفعل. موضوع المرحله الاولى
والتانية والتالتة. قصدك ايه؟ يعني الفيروس مش هيتغير صح؟ لا الموضوع معقد اكتر من كده دلوقتي. تمام، عارف اني عسكري، قبل المسوخ كنت خبير في الاحياء، فقولي الملخص. فعلا؟ جرب. تمام، احنا مش عارفين، بس فحص الدم بيشير ان الادلة الحالية بتقول ان الفيروس انتشر واخترق الجهاز الليمفاوي وكون خلايا وهاجمها بشكل كارثي. بهاجم. وعلشان اكون دقيقة، خليك معاه، نشطت سلسلة من الجينات الورمية الخاملة. السرطان. بص عليه، بص عليهم كلهم، شكلهم فعلا مرضى سرطان. ده وحش جدا. لا لا لا، اللي حصل كان حاجة اسوأ. قصدك ايه؟ الفيروس عارف هدفه، المسوخة هتفضل زي ما هي عشان الفيروس عايزها كده. بتقول ايه؟ بقول ايه ده؟ بقول ايه؟ ارهاب؟ قصدك ده متعب؟ معرفش. كل حاجة خلصت؟ ايوه تمام، جه وقت الخروج. افتكرت اني سمعت حاجة. رد عليا، عندي معلومات. هتوصل لي دلوقتي. شكرا يا رحال. بتتكلم عن ايه الست دي يا اوبراين؟ فيروس ايا كان ايه هو، عباره عن ايه وتاثيره ايه وهيعمل ايه؟ انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل هنا يا اوبراين، ايه سبب وجودهم هنا، انت بتعمل ايه بالظبط اوبراين؟ طيب هبقى على اتصال. اوبراين حول. يا خبر، ده هيكون سريع جدا. ادي انت هنا، وديك سانت جون لعيادة لوست ليك. ردوا. ديك اهلا. حاسس بغرابة، فاهم قصدي؟ انت كويس؟ ايه الاخبار؟ مفيش، انا زهقت من اذاعة اوريجون الحرة، زي ما انت عارف مش قادر استحمل. ديك ادي قالت لي اني كنت بوزر. انا ايوه يا بوزمان، انا عارفك بس حاسس بيه سكينة. لو ما كنتش موجود عشان تمسكني، مش عارف كان ممكن يحصل ايه. ديك مش عارف. خلاص يا بوزر، الموضوع خلص. ديك اسف، حاسس اني دايخ. طيب بص، ادي هتقتلني لو عرفت انك قمت من السرير ومش في مكانك. طيب انا السرير بيستنيني وبيناديني من لوست ليك. سلام. حد عند البوابة. اسمع يا بوزر، هو كويس، افتحوا البوابة. انا واثنين معايا حرقنا من اسابيع عش مسوح. اهلا، ايه الاخبار؟ خرجت سابق. اهلا، ايه الاخبار؟ سموهم صارخين. اوكي، حلو جدا. لسبب طلع علينا حشد كبير وكان لازم نجري. تمام جدا، أشوفك قريب. يا ريت تشتري. كنت بشوف. تمام، طيب طيب، هملى البنزين تاني. أكيد طبعا. سلام. هي ريكي، بتقولي عندك شغل ليا؟ يا ديك،
أيوة، أنت فاكر شين رايلي اللي الناس كانوا بيقولوا له يا ريد؟ ريد رايلي؟ لا ما سمعتش عنه، بس أظنه بشعر أحمر. إيه شعر أحمر؟ لا دي كانت جزمته، كان بيلبس جزمة من جلد الأفعى مسبوغة بلون أحمر فظيع، ساب انطباع غريب. لا أراهن. هو كان بيعمل دوريات لحسابنا في يوم من الأيام، لحد ما في يوم ما عجبتوش عملات المعسكر اللي بندفعها، فقام وقتل لينزي فولر. مين؟ لينزي كانت شغالة في الإمداد قبل بلير. لحظة، يعني قتل ست ومش مسلحة؟ هي كانت مسلحة، هي بس ما كانتش متوقعة انه ممكن يقتلها في وشها. انت سمعني؟ فقتلها رد وفضى كوخ المؤن بتاعها، وبعدين هرب قبل ما اي حد يعرف ايه اللي حصل من غير قصة. انسان حقير. لحد دلوقتي هو ورجالته متربصين عند معسكر بايونير. مش لازم تسألي، انا عرفت ده عنه. عن قتل واحدة مش مسلحة، انا عارفة، انا عارفة ان انت عايز تتولى الامر. ايوه زي ما قلت انا عرفت ده. ايه تاني ممكن تقولي عنه؟ مش كتير. استنى، بيمضغ التبغ. انا سمعت انه كان بيحب يجمع اعقاب السجاير وبيخرج منها التبغ ويمضغه. ده مقرف، بس كده يبقى في سببين لقتله. ماشي، بس خلي بالك يا ديك. جاي للموتوسيكل؟ كنت بدور على شوية حاجات. استنى لحظة. ايوه يا ريكي، انا في معسكر بايونير، يعني في ساحه الحرب نفسها. ايه اللي بيحصل؟ في حد من رجالتنا هناك؟ لا ما افتكرش، شكلهم كده بيشيلوا المسوخ. مفيش داعي للقلق، انا هلاقي الراجل ده. ديك نحول. اقتلوهم دلوقتي. خلص عليهم. ايوه اقتلوهم. طيب يا ريت انت فين بقى؟ ايوه بيقتلوا المراوغين. ايوه اعقاب سجاير. ماشي. أثر جزمة مسوخ، شكلها كده زي أثر الجزمة إيه؟ الفخمة اللي بيلبسها رعاة البقر. أيوة أيوة يجري. ده من شرب السجاير. ريد رايلي انت انسان حقير ومقرف. قتلتها؟ فضلت تشتم فيا حاجة ممتعة جدا. كان المفروض تفهم أنا مش بقبل إهانات من أي حد. لا قلت لها
اخرصي والا افرغ مصدق وشي. لا سمع كلامي؟ لا طبعا محدش ابدا يسمع كلامي. اهي فهمت دلوقتي، محدش يقدر يهيد ريد رايلي ويفلت من العقاب ابدا. طيب انا قصدي هي ما فهمتش دلوقتي، فما هناك اصلا. هولع فيك يا حقير. مقفول. لازم تقف شوية.